أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام الذكاء الصناعي. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية إنشاء آلة حاسبة باستخدام الكود المولد عن طريق الذكاء الصناعي. طبعا نذهب إلى تشات جي بي تي وطبعا نكتب هذه العبارة وطبعا بالأسفل أو بالأعلى نكتب باستخدام HTML CSS وطبعا JS. طبعا أنشئ آلة حاسبة بسيطة تتيح للمستخدمين القيام بالعمليات الحسابية. طيب راح نضغط على هذا الخيار حتى تشات جي بي تي ينشئ الخوارزميات. طيب الآن طبعا راح نذهب إلى كوبي كود للـ HTML وطبعا مثل ما تعلمنا نذهب إلى الـ HTML ونحفظ ومن ثم طبعا نذهب إلى الـ CSS وأيضا نحفظ ومن ثم نذهب إلى الـ JavaScript وطبعا نحفظ بهذه الطريقة. الآن راح نشاهد الكود. طبعا هذا هو الكود، آلة حاسبة جميلة مثلا 5 × 5 يساوي لنا 25. طبعا عندنا هنا سي 1520 تقسيم 2 ويساوي لنا 760. طبعا آلة حاسبة لطيفة واحترافية بنفس الوقت، قدرنا ننشئها بثواني باستخدام موقع تشات جي بي تي. طبعا هذا المشروع لو اردنا انشاءه بالبرمجة راح ياخذ من عندنا وقت كبير بالتجارب وبانشاء الكود وتصحيحه واخراجه بهذا الشكل، ولكن عن طريق الذكاء الصناعي بخطوات بسيطة وبثواني معدودة قدرنا نوصل الى هذه النتيجة الرائعة. تابعونا بالمحاضرات القادمة وهنالك تطبيقات ومشاريع رهيبة بامكاننا نستفاد من عندها.